على قد ما سمعت اللي صار في ليبيا توفي الديكلاريشن هذه بتاع حفتر، ومن ناحية تانية في سراج قاعد في طرابلس ومش عارف من يمثل، دوشة كبيرة. وأنا يعني ومنظمة اتحاد يهود ليبيا وصلنا يعني قررنا قايمين يدينا خلاص، يعني ما كناش نبغى نحن ندعم حتى طرف، لا حفتر لا سراج لا أي واحد، كنا بس نبغى ليبيا متوحدة وفي أمن وأمان. أما للأسف الشديد في ليبيا عندها الناس يلعبوا بها من برا، والليبيين ما يفهموش يلعبوا بهم، وعلى خاطر هذا احنا نبغى نتباعد ونقرروا خلاص نشوفوا ليبيا من بعيد. ما فيش أي ليبي يهودي اللي يبي يرجع لليبيا، ليبيا الحالة يعني في حالة كبيرة. ويوم من الأيام مش عارف التاريخ عمرك بتقول نيفر جمي، أما احتمال بعد 10 سنوات 20 عام بعد اليهودي يرجع ليبيا، تو نشوف فيها صعيبة. بناحية الكورونا، الكورونا قاعدين اليهود كلهم في زي العالم كلهم مسكرين في المنزل في نازل وحشانهم تقريبا توا في شهر ونص ولا 45 يوم، وفي يهود كتير توفوا في الدول العربية في أوروبا في أمريكا بخصوص. وللأسف الشديد هذا حاجة لاحتمال ربك من فوق بيعطينا warning، رد بالكم قاعدين كترتوا وقفوا، وإن شاء الله تعد على خير وإن شاء الله ما عاش يكونوا كتر موتة. وبنحسب حكاية اليهود الليبيين احنا عندنا قضية جاهزة باش نقدموها في المحكمة العالية في الهاج وفي المحكمة بتاع ليبيا وفي الأمم المتحدة، و يعني حاولت باش ما نقدمش قضية مع الأسف الشديد مع الليبيين، مع نوع بالليبيين تبي لك العصا ما عادش كثر وقت ال الإنسان الطيب تبي لك العصا، وهذول حقوقنا وهجموا علينا وقتلونا وحرقونا وخدوا أموالنا وسرقوهم أموالنا، وإحنا ما نطلب ما نطلبوش لا تعويضات لا فلوس ليبيين، فلوسنا يعني اشتغلنا عليهم وخدمنا عليهم بالصعيب وخلصنا عليهم ضرائب، وفي فلوس البنك في أراضي في شقات، وهذا من حقنا نردو لهم. أزمات رفاقتي ما يقولوا بالإنجليزي من اللي صارت حكاية اليهود ويا ليبيا في 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 دوشة كاملة قبل في مع القذافي وبعد القذافي الحرب المدني، هذا ما ترتاح ليبيا ما ترتاحش حتى يرجعوا الحقوق الليبيين اليهود. إن شاء الله خير والله غالب على كل شيء.